السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نهاية رمضان من عند الأستاذ أحمد صبارة. ليه؟ له وحشة والله كبيرة. الأستاذ أحمد صبارة منور الدنيا اهوت معاكم. بس على الناس يا أستاذ أحمد. حبيبي يا جمال. حبيبي يا أستاذ أحمد والله. كل ما يلزم أدوات الصيد البري عند الأستاذ أحمد صبارة. لسه ما شفتوش المحل بعد ما شاء الله بقى أوبشن ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. معانا الاستاذ حسن النهارده اهوت حبيبي استاذ حسن، جبنا له بندقيه الوجلي عند الاستاذ احمد. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. كل ما يلزم ادوات الصيد عند استاذنا وحبيبنا الكبير استاذ احمد سماره. المنزله واهل المنزله حبيبي. الرياح في المنزله، الرياح امام كافيتيريا الكستن، ده العنوان. مدرسه الصنايع. من اراد يزور للمحل ان شاء الله في جميع ما يلزمك وجميع ما تشتهيه. بسم الله ما شاء الله. ده يا استاذ احمد البندقية المفرغة اللي هي على اليمين. المفرغة دي اسمها بتاع بندقية تركي، بس خامتها مش حلوة. تمام. عنده ما يلزمك وما اللي نفسك فيه واللي مش نفسك فيه عند الاستاذ احمد. تشرفنا وتنورنا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي الارتمس 1250، بندقية روعة الروعة. جماعة انواع الرش، وعند الاستاذ احمد رش هو عامله على ايده. الرش ده احسن من الاكزاكت، مش مبالغة يعني. الناس بتشكر فيه. حبيبي يا استاذ احمد والله احلى مسا على احلى مشاهدين واحلى ناس. واللي هيجي من طرف الشيخ ماهر له خصم ان شاء الله. حبيبي يا استاذ احمد.